بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ثم أما بعد، ده محصول التين الشوكي. طبعا احنا في نهاية شهر يونيو 2022 2023، زي ما حضراتكم شايفين ده محصول التين الشوكي، من المحاصيل كويسة جدا. بدأت بعض الثمار تبدأ في النضج دهيت، شايفين ما شاء الله كمية المحصول على كل كف عليه أكتر من 10 ثمار كف الواحد. بسم الله ما شاء الله. طبعا محصول التين الشوكي من المحاصيل المتحملة للظروف البيئية، تحمل العطش، تحمل الحرارة، تحمل الرياح، ينفع في الأراضي الصحراوية خاصة الأماكن المفتوحة. سواء طبعا في المراحل الأولى من حياة النبات بيحتاج إلى خدمة وعناية جيدة لحد ما يوصل لهذا الحجم، والحجم طبعا يعني أكبر من 5 سنوات يكون عدى المرحلة الخطر. طبعا اللي يقول لك إن محصول التين الشوكي ده ما يحبش المية أو الكلام ده، لا طبعا، أي محصول عشان ينتج لازم تسمده وتديله مية، لازم تسمده وتديله مية عشان بسم الله ما شاء الله يبقى شايل المحصول قد ده كده. طيب لو أنا هملته وما غزتهوش، بيتحمل، هو متحمل، بس مش معنى كده ان انت تمنع عنه المية نهائي او تهمله، لا، علشان تاخد محصول كبير واحجام كويسة لازم ان انت تغذي وتروي مظبوط علشان يوصل للحجم المناسب للثمرة. بقى فيها كمية لحم كتير، نسبة تصافي عالية، قشرة قليلة. اما لو ما تغذاش وتسمد وخد مية مظبوط بتبقى طبعا الثمرة حجمها صغير ومنكمش. طبعا انت ممكن تعطش في مرحلة النضج، المراحل الأخيرة، عشان بتزود نسبة السكريات معاك. أما في مرحلة ما قبل التزهير ومراحل بداية النمو لابد من الاهتمام والعناية بعملية الري والتسميد. وطبعا المحاصيل اللي بتتحمل الجفاف لأن بيخزن المية، يعني محتواه المائي أكتر من 95% مي، فبيخزنها وبيكون طبقة كيوتيكل هنا، طبقة شمعية كده بتمنع فقد الماء بسهولة، مش زي أي نباتات تانية. مثلا زي الموالح، الموالح من الأشجار اللي هي غير متحملة للعطش أو الرياح أو الأتربة، أما التين بيتحمل هذه الظروف. بيناسبوا زراعة في الأماكن المفتوحة زي الواحات والوادي الجديد، الأماكن اللي فيها نسبة رطوبة جوية منخفضة. وعلى الرغم من كده إن هو بيحتاج إلى مية برضه، يعني مش معنى إن هو نبات صبار إن أنت تمنع عنه المية، ولكن هو متحمل مش زي أي محصول تاني، لأن بيخزن المية في جسمه، فهو بالتالي ممكن يعيش معاك فترة طويلة. يعني لو مثلا المية قطعت او حصل مشكلة عندك في المضخة المية والكلام ده كله، في الحالة دي ده ممكن يستحمل معاك وما يجرالوش حاجة. بسم الله ما شاء الله. طبعا بشيل كمية محصول كبيرة، فدان بعدل 10 طن. سعر الطن هو الفدان بيتباع كلالة مش أقل من 60-70 ألف جنيه. مصاريف طبعا مش كتير لأن هو ما بيحتاجش تسميد ومية بكميات كبيرة زي أي محصول تاني. أهو يا جماعة، لو في أي استفسار ممكن تكتبولنا في تعليق، موجود الكفوف دي للبيع، لو أي حد عايز يزرع موجودة طريقة زراعة بالكفوف، كف ده كده، ممكن الزراعة بالكتوف، الكتف ده بيبقى بيبدأ من هنا كده من تحت، من هنا
لفوق بيبقى عليه كفين او ثلاثة، ده اسمه الكتف. الكتف ده بينجز معاك وبيبقى اقوى وبيعيش اكتر من الكف. طبعا ممكن تزرعه على مسافة 2 متر في 4 او 2 في 5، بحيث ان انت بيبقى في مسافة ان انت تمشي زي كده. اما بالنسبة لبين النباتات مفيش مشكلة لما تبقى لحمة في بعضها. فافضل طريقة زراعة هي 2 في 5، حتى يسهل عملية الخدمة والري والتسميد والجمع. هو اصعب حاجة في عملية الجمع لان فيه شوك في محصول تاني نزل، ظهر طفرة في احد الدول العربية اسمه التين الشوك الهجين. الصنف ده من مميزاته ان هو مفيهوش شوك. الشوك لما بيوصل لمرحلة النضج الكامل الشوك ده بيتساقط من عليه وبيطرح مرتين في السنة، بيجيب محصول رهيب جدا. الصنف ده احنا بنسعى ان احنا ندخله مصر ان شاء الله. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.